السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا شباب على قناتكم على الانترنت خفايا الانترنت. اليوم معنا شرح جديد وهو طريقة الشراء من الانترنت دائما وكسر البرايفت. اليوم معنا طريقة شراء في بي اس، شراء في بي اس. اذا نذهب الى نقوم بانشاء جيميل او تسجيل خود. سوف اقوم بتجربة انشاء جيميل جديد. مثلا قم بإنشاء جيميل هكذا. طبعا شرحت طريقة إنشاء جيميل. إذا في حالة لم تكن تعرف، فقط قم بعمل ريستار قبل عمل ريستار للراوتر. نظف المتصفح من الكوكيز وما إلى ذلك، ثم قم باستعمال الكلاينر هذا. هذا هو، قم باستعماله لتنظيف المخلفات الجهاز وانتظر 5 دقائق وقم بإنشاء جيميل بدون رقم هاتف. طبعا ليس موضوعنا هذا. إذا هناك موضوع كبير جدا في المدونة على طريقة إنشاء جيميل بدون رقم هاتف يمكنك الدخول إليه. إذا نذهب إلى شركة بلو هوست من هنا، هذه هي، ثم نذهب الى هوستينج، ثم في بي اس هوستينج او ما الذي تريد شراءه انت. نحن سوف نقوم بشراء في بي اس، ثم نذهب الى جميع الروابط تجدونها اسفل الفيديو. يعني لا تبحثوا مثلي انا فقط لا اقوم بحفظها. حسنا، نضغط هنا ستانتر، نضغط هنا سيلكت، نختار اي دومين، ثم نقوم باختيار معلومات امريكيه، كاليفورنيا، اتمنى ان تاتي كاليفورنيا، نيويورك، لا باس بنيويورك. اذا ناخذ النيم هنا وهنا ونقوم بمسح هذا ومسح هذا، وبزنس نيم مثلا نقوم بوضعها هكذا مثلا. هنا الادرس، هنا السيتي، وهنا الزيب كود، وهنا نيويورك، نضغط على نيويورك، نيويورك هذه هي. هنا رقم الهاتف، نقوم بوضع الجيميل، ثم نذهب الى مولد البطاقات، ثم نقوم باستخدام هذا البين. هنا في سي سي في، هذا يعلم هنا وهنا وهنا 100 وهنا تشيكر وهنا رند وهنا رند. اما هنا سي سي في، قم باختيار رقم واحد في البدايه وهنا رقمين، اي رقمين لا يهم. على كل، نذهب الى هنا الى تشيكر. طبعا هذا تشيكر ليس تشيكر في الاساس، لانه يقوم براندوم فقط، يقوم باختيار بطاقات عشوائيه ويقول لك لايف كما تلاحظون. هي ليست لايف اصلا، ولكن لتتعود على هذا. فتشيكر، هناك تشيكر واحد على اعتقد على الانترنت، تشيكر يعطيك البطاقات الصحيحه الارقام الصحيحه فقط. هذا تشيكر مجرد خرافه. لا اعلم، مجرد وهم. 028، نقوم بادخال بيانات بطاقه هكذا، من الممكن يعطينا خطا. سوف كما نلاحظ نتاكد من البيانات هكذا، ثم نضغط على سبميت. كما تلاحظون يور كريدت كارد. اذا جاء هذا خطا، قم بتغيير معلومات مثلا الجيريا. اعتقد انها من البين. حسنا، سوف نقوم بادخال هذه وهذه، ثم 100، نضع كل شيء كما كان، كل شيء. لا نقوم بتغيير اي شيء، ننتظر فقط، لان ارقام بطاقه احيانا تاتي عندما تختار انت السي سي في او هذا الموقع. فقط معلومه، يعمل على خوارزميه، نسيت اسم خوارزميه، منهم احد خوارزميه لتوليد بطاقات. انت لا يمكنك كتابه الارقام، لو قمت بكتابتها 16 رقم او كم فيها رقم لن تجدها صحيحه. لهذا فالارقام ليست عشوائيه كما يعتقد الكثير من الاشخاص، يعتقدون انها عشوائيه، في الحقيقه هي ليست عشوائيه. اذا نقوم باختيار هذه 0223، نتاكد من البيانات، لا علينا، نضغط على صمت. رائع رائع، اشترينا في بي اس مجانا على موقع بلوهوز. اذا نضغط هنا على نو تانكس، هنا نقوم باضافه كلمه سر للحساب. طبعا ثم هنا اي هاف قرات سياسه البيانات، معليش نضغط على نكست، ثم نذهب الى الايميل، سوف ياتي لنا ايميل جديد. إذا وقع لك مشاكل ولم يقبل البطاقة افعل مثلي، جرب فقط، أنت جرب، عدل على البين، لا عدل هنا، لا تستسلم أبدا. نضغط على لوجن. إذا هذا هو الـ VPS كما تلاحظون، هذا هو الـ VPS كما تلاحظون. هنا نضغط على Verified Domain، قمنا بإثبات الملكية، هذا هو الدومين الذي قمنا بشرائه. هذا
هذا هو الدومين. اذا هذه لوحه التحكم الخاصه ب لوحه التحكم الخاصه بال في بي اس. اذا هنا ماذا يوجد؟ هنا بقى هذه الاعدادات الخاصه الايميل ويب سايت اف تي بي داتابيز انستال سكريبت سي بانل دومين. هذه اللي هنا لشراء اي شيء اخر. هذه ناظر مثلا الى السي بانل. هذه السي بانل هنا انستال ووردبريس. هنا الملفات لا ليست ملفات، هنا لي تثبيت سكريبت معين. نذهب مثلا هذه الدومين اذا كنت تريد تثبيت الكلاود. اذا هذه هي فاين مالانجا. اذا مثلا نقوم بتعديل اندكس الموقع. مثلا نقوم باضافه فايل ثم مثلا dz.html ثم نضغط على edit ثم edit ثم نذهب الى الموقع مثلا dz.html ما الذي حدث؟ سوف نقوم بإنشاء إندكس من الأفضل. مثلا نقوم بإنشاء إندكس PHP. ثم إيديت. مثلا هاكد مثلا هاكد نوب نوب مثلا بزيد. ثم سيف ثم نذهب هنا ثم نعمل ريفريش. لم تزبط معنا لم تزبط معنا. حسنا لا علينا، لا علينا، هناك مشكلة مع هذه الاستضافة. المهم هذه هي الاستضافة كما طلعت، قمنا بشرائها. هذا هو الدومين. هذه الاستضافة كما قلنا، هذه الديركتوري، هنا اليوزر نيم، ايميل واحد. ما الذي يعني ما الذي تريدون اكثر من هذا؟ اتمنى ان الشرح قد اعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك على قناتنا على اليوتيوب خفايا الانترنت، فيه يصلكم كل جديد من الفضاء. كان هذا شرحنا لليوم، طريقة تحصل على في بي اس مجانا من شركة بلو هوست مع الدومين مع كل شيء. لا تنسوا الاشتراك، لايك الفيديو، لايك لا تنسى اللايك والتعليق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ركبت مع سايق تاكسي كبير بالعمر، وكالعادة لازم نحكي بمواضيع الحياة. قلت له ما ضل شيء رخيص بهالدنيا غير الانسان. ردوا حكالي بالعكس، الانسان غليان. قلت له كيف؟ قال لي شو سعر الانسان؟ قلت له رصاصة. قال لي رصاصة غليانة. ارتفاع هائل في اسعار المواد الاستهلاكية في الاردن، الخبر عادي، وكثير بلدان مارق عليها هيك قرارات، بس من بين هاي المواد كان ارتفاع سعر الخبز، هذا الشيء الغير عادي. لو صفنت بالموضوع دقيقة وتخيلت انه اقل شيء ممكن يتناوله الفقراء وهو الخبز، ارتفع سعره. تشتهي تروح تخبز الطين وتعمل من الحجر جبنة مشان تطعميها لاولادك على الفطور لحتى تضلوا عايشين. بالغرب كل شيء مأمن للمواطن، بيعطوه اكله وشربه وسكنه وبيريحوه لحتى يبدع، بتلاقيه بس عم يشتغل ليحقق احلامه ويرفع اسم بلده. عند العرب انت قمة احلامك تشتري بيت من اربع حيطان تتجوز فيه وتجيب اولاد وتقدر تعيشهم، واحيانا تعنفهم لانك جاهل، او المجتمع يلي مش قادر تتحمل ويعمل لك مجموعة عقد فرغتها على ابنك وورثته اياه وحنشوفها فيه بالمستقبل. هذا اذا عاش طبعا. وعند العرب فوق هذا كله لازم تكون زمرة دمك ذل ايجابي، يعني تتحمل الاهانات لحتى تقدر تحقق هذا الحلم البسيط. في هذا الفيديو ولد مصري مقيم بالكويت مع اهله، فاز وربح على ولد كويتي، فاجا الاب الكويتي لانه ابنه خسر ضرب الولد المصري المقيم. طبعا في كل شعب في عاهات، ونحن بنحترم اهل الكويت وكل الشعوب، بس هذا مثال بسيط على معاملتنا لبعض كحيوانات، عفوا كوحوش. الحكومات بتذلنا وبتستحمرنا، ونحن بنذل بعض وبنستحمر بعض، وبين حروب وانفجارات وطائفيه وعنصريه، حتى الهواء اللي بنتنفسه بذلنا وبستحمرنا. وبالاخير بيسالوك انت ليش هاجرت؟ الجواب بسيط، طلعت ليعطوني رغيف خبز من طحين مش من طين. هاي غير اذا حكينا عن معيشه اهل غزه والعراق وسوريا وليبيا واليمن في هاي الاوطان، غير ربك ما بيعرف كيف عايشين. بالوقت يلي الاخ هون قاعد بيقول لك لما الدنيا تضيق عليك تذوق نكهه السيجار المطلي بالذهب عيار 24. يا اخوي اذا بكره قلبت الدنيا عليك وحسيت بغيرك رح تعرف انه الدنيا لما تضيق فينا بناكل من الزباله. كل شيء بالمجتمع بتشوفه بحسسك انه هذا زمن الوحوش، زمن ما حدا حاسس فيه بالثاني، زمن الكل بدعس على الكل، في صغير وفي اكبر وفي اكبر، والكبير فينا مهما كبر بضل مجرد لعبه للكبير برا. والمضحك المبكي كل ما رفعوا عليك حياتك وصعبوها بيقولوا لك احمد ربك على نعمه الامن والامان، ولك امني بشغلي، امني بتعليمي، امني بمسكني، امني بمستقبلي، امني بتامين الصحي، امني ببنيه تحتيه مثل العالم والناس. وقت رح تسمع عاش الوطن.
وتشوفها على أرض الواقع كمان. الحكي لو حاسه إلك فهو إلك، الحكي موجه لكل شخص فينا ولكل رب عمل ولكل مسؤول. الحكي إلي وإلك وللمقاتل وللمسكين وللعامل وللدكتور وللوزير. تفرج على حالنا وتفرج كيف صرنا. ولد صغير في مقطع فيديو رابط القطة في حبل وعم يعذبها فوق النار، والقطة عم ترفس وبتصرخ وبتتشلوط وعم تنحرق. هون منلخص كل شيء، منلخص قديشنا ضعاف قدام القوي وقديشنا أقوي على الضعاف، قديشنا هامش بهاي الحياة. نركض ونركض ونركض وما نسابق حدا غير أنفسنا، لأن المتسابقين كلهم ربحوا، بس نحنا يلي قاعدين نتحدى حالنا لنضلنا موجودين بهذا السباق. عارفين إنه متأخرين كثير عن غيرنا، بس معلش المهم نركض. والحق على يلي ما علمنا نفوز، وعلى يلي درسنا بالقتل والإهانة، وعلى يلي ما خلانا نقدر نشتري حذاء منيح وتركنا نركض حافيين، على يلي زرع الهزيمة والخوف والحقد والنفاق جواتنا. الحياة كتاب كبير، إن دورت على نفسك فيك عربي رح تلاقي حالك بآخر صفحة بالفهرس. أنت النقطة الأخيرة بآخر الكتاب، في حال لقيتها الكتاب أصلاً.